بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي، أستاذ الفاضل المهندس سامي علوة، زملاء الطلاب جميعا في مادة المايكرو كنترولرز، في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح فكرة المشروع الخاص بي لهذه المادة، واللي هو عبارة عن ساعة رقمية باستخدام إن شاء الله قطعة البيك 18F. تمام. مكونات المشروع هيكون عندنا اللي هي قطعة البيك 18، وحيكون عندنا LCD 4x20، وحيكون عندنا 3 أزرار اللي هو زر الست وزر الأب وزر الداون. في عنا هيكون قطعة DS1307 اللي هي تسمى Real Time Clock، إن شاء الله سنشرحها في الكود. في عنا قطعة I2C Bus. طيب، ننتقل لجزئية شرح الكود في برنامج مايكرو سي. عنا أول 3 تعريفات، تعريفات البوتونز. عنا بوتون السيت، بوتون الأب، بوتون الداون. للأمام حنشرح إيش هم هذول البوتونز. عندنا بعدين ديكليريشن، تعريفات لل LCD موديول، بعدين الدايركشن للبوتونز والدايركشن لل LCD. نيجي لأول فانكشن، فانكشن الريد من الدي اس 1.07 باي اي 2 سي بس. طيب، أول شغلة حيديني ريد داتا اللي هو الدالة اللي أنا بدي إياها، اللي حخزن فيها إيش بتقرأ الاي 2 سي من الدي اس 1.07. طيب، بيعمل الستارت للاي 2 سي، بيعطيها امر انه تبدا، بعدين بيعطيها امر حسب الرقم هذا. انا بفهم ايش الامر اللي هم يعطيها، 0 فور رايت 1 فور ريد. طيب، هنا بيعمل ايش؟ بيعمل رايت، بعدين بروح على ادرس معين، حيكون الادرس هو هذا ادرس الدي اس 1307، لانه هيو هنا تابع للريد دي اس 1307، فقرأ من الادريس تبعها البيانات اللي جواها. بعد بيعمل ريبيتد ستارت، بعدين بيعمل ريدنج. تمام، بعدين بخزن ايش قرأت هي الاي 2 سي من القطعة الدي اس الريال تايم كلوك، وبيخزنه في دالة ريد داتا. بعدين بيعمل ستوب، بعدين بيعطيني قيمة الريد داتا او بيرجع لي. تمام. الفانكشن الثاني حيكون فانكشن الرايت من الدي اس 1307، او الرايت على، مش من تبع. طبعا انا بقى الرايت بستخدمه بعد ما اعدل، يعني مثلا اذا عدلت في التاريخ وكذا، القيم الجديده اللي بتطلع بدي ارسلها مره اخرى على الدي اس عشان تتخزن فيها. ستارت ري، انا برسل نظام بايتات، بعدين برسل على نظام ادريسز، بعدين انا في الاخر برسل الداتا كامله بخزنها في الرايت داتا. طيب، عند البي سي دي تو ديسيميل وديسيميل تو بي سي دي، طبعا هذا فانكشن موجود عشان قصة انه الدي سي اللي عفوا الدي اس 1.07 ما بتتعامل الا بالبي سي دي. طيب، عندي تعريفات الجلوبال فاريبلز اللي هو الثواني والتعريفات المعروفة، الساعة، الدقيقة وهكذا. تمام. في عندي هان تعريف لشغلة اسمها سيت كاونتر. السيت كاونتر لقدام نعرف ايش هو. هو السيت كاونتر بيتحكم بالكيزز اللي بدي اتحكم فيها عن طريق زر الاب والداون. يتم التنقل في الست كانت عن طريق زر الست. طيب، بعدين في تعريف شغلة اسمها ست. هذا الست ما لها دخل في الست كانتر. هذا الست تعتمد على قيمة معينة، سواء كانت سالب واحد أو واحد، معناها إنه أنا إذا واحد بدي أزود، إذا ناقص واحد بدي أنقص. تحت حاطة نشرحها التايم والداتا. أنا الصيغ، تعريف الصيغ هي صيغة التايم اللي هو الوقت، رقمين، بعدين نقطتين رأسيتان، والداتا هن حيكون نظام سلاش. تمام، نخش على الكود الرئيسي. I2C initial عندي 100,000 كيلو هرتز. قطعة ال DS 1307 عن طريق ال I2C بدنا نشغل التنتين، هما مربوطات ببعض على البيك 18F، لازم يكون التردد 100,000 كيلو هرتز. لو كانت البيك مختلفة حيكون في اختلاف في التردد. تمام، هنا طبعا عشان يعتبر جميع المداخل ديجيتالز. طيب، نخش على
ايش حيظهر لنا على ال LCD. اول شيء اللي هو initialization لل LCD module، بعدين بعمل LCD clear بمسح كل اللي فيها، بعدين كيرزر اوف، بعدين هنا طبعا اتفقنا انه هي ال LCD 4×20، حيكون عندي 4 رو 20 كولوم، هنا الرو الاول وهنا الرو، هنا رقم الرو هنا رقم الكولوم. طيب هنا الرو الاول الثاني الثالث الرابع. طيب هنا البداية عشان كشكل جمالي حيكون من الكولوم الثالث، هنا من الأول، هنا من الثالث، هذا من السابع، بحيث يكون النص اللي بيظهر مو نص موسط أو معمول له توسيط جوا ال LCD. بعدين حيعطيني ديلي 5 ثواني لعرض النص اللي فوق، بعدين بيعرض نص آخر. طبعا التايم والديت هان حيعرضهم، وجنبهم تحت حيعرض لي تحت في الكود حنشرحها انه بيعرض لي ايش قيمة الوقت وايش قيمة التاريخ الموجود. طيب عندي الست انا صفرها، الست اللي هي قلنا بتكون يا واحد يا سالب واحد. بعدين انا بقرأ بشوف دالة الاف هذه، هل الست بوتن مضغوط ولا لا؟ اذا مضغوط بيعطيني ديلي، بعدين اذا مضغوط حقيقة هو انا ضغطت على زر الست بوتن بيعطيني زائد على الكاونتر، على الست كاونتر اللي عرفناه في الاعلى هنا، تمام، اعطيناه قيمة صفر. طيب إذا زائد واحد بيخش على، بيصير بدل ما هو صفر بيصير واحد، بعدين وهكذا بيرجع 1 2 3 4 حسب ضغطاتي على الست، بوصل لست لسبعة، بيفصل سبعة يعني من صفر لستة، 0 1 2 3 4 5 6 يعتبروا 7 أرقام، تمام. كل قيمة يعني الصفر لها كيز معين، واحد كيز معين طبعا هنشرحها في الأسفل. إذا زاد عن 7 أو وصل ال7 حيرجع يصفر الكاونتر مرة أخرى عشان يبدأ الكيز من أول وجديد. طيب أنا حسب الست كاونتر إيش حتكون، بدي يشوف لي إيش أنا العملية اللي بدي أعملها في الكاونتر المعين أو في الكيز المعين. الست كاونتر 7 أو عفوا الست كاونتر مثلا كان على 4، فعن الكيز الرابعة إذا ضغطت على زر الأب حي في الكيز الرابعة في الخانة اللي أنا قاعد بعدل فيها، إذا ضغطت على زر الأب حيديني الست واحد، حي لقدام برضو لتحت شوي حنشرحها إيش يعني ست واحد وإيش يعني ست سالب واحد. إحنا نحفظ الآن نعرف إنه إذا ضغطت على زر الأب بوتون الست بتصير قيمته واحد، أما إذا ضغطت على داون بوتون الست بتصير قيمته سالب واحد. تحت حنشوف إيش فايدتها. طيب بشوف أنا لقيت الست كاونتر والست، بخش على الكيز الاولى عند الهور، انا قرات قديش عن طريق الفانكشن هذه قديش الساعه مثلا كانت 8. طيب حاول من بي سي دي دو سيمل عشان قسط القطعه تقراش الا بتعملش الا بالبي سي دي. طيب هنا قسط الست ليش واحد وسالب واحد، قلت انا الساعه اذا كنت ضغط اب بكون الست رقم بكون الست واحد، طيب الساعه مثلا 8 وهنا عندي واحد بتصير الساعه 9. طيب انا كنت داعس على زر الداون يعني بده ينقب بده يديني سالب واحد، وكانت هنا 8 في الأساس وهنا سالب واحد بتصير الساعة 7. طبعا هنا 24 إذا زاد أو وصلها لازم يصفر، لأنه فيش عندنا شغلة اسمها 24، عندنا الساعة 0 اللي هي الساعة 12 AM. طيب الشغلة الثانية هنا نفس القصة لها علاقة هذه كلها في قصة إنه تنظيم الساعة إنها ما تصير أكثر من 24، وهنا عشان ما تنقص عن الصفر فيش ساعة سالب واحد، فمن صفر بيرجع 23، بعدين بحولها برجع للبي سي دي وببعتها على الدي اس. طبعا هنا نفس الكلام بالضبط على الساعات، لكن هنا 60 بدل 24، وهنا الثواني الاختلاف الوحيد حيكون في الثواني، انه انا الثواني بعدلش بزيدش ثانية ولا برجع بصفر الثواني، بتصير الثواني 0. الداي نفس القصة، عندي داي 32 و31 عشان عندي أشهر 30 وعندي أشهر 31. المنفذ عندي نفس القصة بس هيكون 12 عشان عندي أنا 12 شهر. اليرز هيكون أنا عندي خانة السنوات من خانتين، فخلص هو بيعتبر إنه نظام قرون، كل قرن فيه 100 سنة. طبعا 99 بيرجعش بقولش 100، لأ بيرجع بعد من الصفر، يعني مثلا بتكون 2099 بقولش 2100 و1000، لأ بقول 2100 بتصير، فبصفر أول بصفر الخانتين. فعشان هيك إذا كانت 99 إذا نقص بتصير 99، وإذا زود بتصير
صفر، بعدين بحول وببعد. طبعا انا في كل ده كل كيس كان في الاخر في رايت، سواء رايت الير او الدي او الهور. فايش بعمل؟ هلقيت الشغلات اللي انا تم ارسالها وكتابتها وتخزينها في الدي اس، انا هنا بدي ارجع استوردها مره ثانيه واخزنها كل فانكشن معينه. طبعا هنا رمز الصفر للثانيه والواحد للمينت واثنين، طبعا هي معروفه، اي سته مثلا للير، هنرجع هنا على الير نشوف سته موجود هنا. طبعا كل واحده لها ترميز معين داخل او مكان معين داخل اللي هو قطعه الدي اس. طيب هنا انا عندي اللي هو البوسيشنز، طبعا كل شغله لها قيمه لها خانتين، فعندي بكون تعريف للخانه اليسرى والخانه اليمنى، الخانه اليسرى والخانه اليمنى لكل شغله معينه. طيب اخر شغله هو ال سي دي اوت، ايش بده يظهر لي على ال سي دي؟ طيب فوق احنا كان عند ال سي دي اللي هو في الاظهار الثاني اللي هو هان الرو الثالث الرو الرابع، بيبدأ من خمسة، بيبدأ من إيش؟ من خمسة. بكتب طيب هذه هتكون خمسة ست سبعة ثمانية تسعة. طيب في التايم وين هيبدأ في العشرة مباشرة وراءها هيعطيني التايم اللي تسجل. طبعا التايم هنا هيكون من سبع أو ست خانات من صفر لسبعة، طبعا كل خانة بينهم نقطتين رأسيتان أو إيش الساعات، بعدين جنبها الدقائق، بعدين على الآخر الثواني. فالتايم هذه تعبر عن إيش؟ عن كامل الوقت من ساعات ودقائق وثواني، وتحت في التاريخ نفس القصة لكن أيام شهور سنة. بعدين حيعطيني ديلي والبرنامج بيظل إيش؟ يكرر نفسه لأنه في دال الدو واي. طبعا هنا واجهة البرنامج داخل البروتس، طبعا لسه البرنامج مش شغال. الآن نعطي أمر الستارت، أول شغلة حيظهر على ال LCD النص الترحيبي، حيقعد معنا 5 ثواني لأنه عنده ديلي 5000 ملي سكند. بعدين أنا أظهر لي الوقت والتاريخ الحالي، الساعة طبعا زي ما انتم شايفين 8:48 دقيقة، والثواني هي قاعدة بتزيد. التاريخ اليوم 8/6/2020 زي ما هو التاريخ واضح عندها هو والوقت. طبعا الوقت هنا الثواني عشان قصة التردد ما بكون 100% زي الوقت الطبيعي. طيب نيجي للست، انا ضغطت على الست الان هو المفروض يعدل لي الساعة، فانا لو ضغطت اب زادت الساعة واحد. طيب ارجع داون نقصت الساعة، رجعت كمان داون نقصت الساعة كمان مرة. طيب كمان ضغط على الست هيعدل لي الدقائق، صارت 50 هنا صارت 51، زودت 52 نقص بتصير 51 نقص. طيب نقص بتصير 51، بعد النقص كمان بتصير 50. طيب كمان ننتقل لتعديل الثواني، تعديل الثواني انا اتفقنا انه هيكون بس نظام تصفير، سواء ضغط على الداون او الاب واي الامر واضح. طيب الحالة الرابعة تعديل اليوم، ايش التاريخ اليوم؟ 8 زدنا صار 9، زدنا صار 10، أي صار 10، ننقص برجع 9، ننقص برجع 8. ننتقل لتعديل الشهر، زود صار 7، طبعا ننقص يصير 7. عند التنقيص بنقص. طبعا ننتقل للكيس الأخيرة اللي هي تعديل السنة، طبعا هنا نضغط على الداون بنقص صار 19، نضغط كمان ضغطة بصير 20، كمان ضغطة 21. لكن إن شاء الله نكون أنهينا شرح هذا المشروع بالكامل، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.